السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة راح نتكلم عن السنترفيوجيشن. فالسنترفيوجيشن عموما هو عملية بتاعة اللي هو تعريض العينة أو تعريض كتلة محددة أو سائل محدد للفورس، وهي بيقول عليها قوة الطرد المركزي. زي ما شايفين هنا، يعني مثلا ده هنا اللي هي الدوران، وده هنا قوة الشد، ودي طبعا القوة اتجاه القوة والسرعة، وده الأوربيت اللي هو الدوران اللي هو منحنى الدوران. العملية بتاعت السنترفيوجيشن بتعتمد على الدنسيتي وعلى السايز، تمام. فالسوليوشن أو البارتيكل داخل السوليوشن بتكون الدنسيتي بتاعتها عالية، فدي بتكون عرضة لأنها تكون يحصل لها سيديمنتيشن أكتر من البارتيكل اللي بتكون الدنسيتي بتاعتها أقل. طيب the greater the difference in density the faster they move، فأكيد الدنسيتي كل ما كبرت كل ما الموفمنت أو الحركة في اتجاه السيديمنتيشن بتكون أكبر. if there is no difference in density اللي هي دي بسموها الايزوبيكنيك كونديشن، اللي هو الحالة اللي بيكون فيها الدنسيتي متساوي بالنسبة للمادتين، ففي الحالة دي الاثنين بيترسبوا في مكان واحد، ولكن في الحالة دي ممكن نفرق بيناتهم عن طريق السايز. type of centrifugation اللي هو اللو سبيد سنترفيوج والهاي سبيد سنترفيوج والالترا سنترفيوج، فهو بيستخدم بكثرة في الكثير من اللابات. اقصى سبيد بالنسبة له 4000 إلى 5000 راوند بالمينيت، وغالبا ما بيكون في تحكم في الحرارة في هذا النوع من اللي هو السنترفيوج. طيب في منه نوعين، والراوتينج بيكون زي ما قلنا في نوعين اللي هو الفيكسد انجل والسوينجينج باكيتس. فده النوع الاول اللي هو الفيكسد انجل، لو ملاحظين هنا في اللي هو الزاوية بتاعت وجود التيوب بتكون الزاوية ثابتة. اما ده اللي هو السوينجينج باكيتس، ده الباكيتس بتاعنا عنده عملية بتاعت سوينجينج او تمحور، فبحيث انه اذا حصل دوران للمحور هنا فالعينة بتتخذ من الوضع الطبيعي اللي هو الوضع اتجاه الجاذبية للوضع اللي هو outward لبرا. فمثلا هنا ده الوضع الطبيعي، بعد ذاك بدأ يدور فبيحصل separation، وبعد ذاك تاني بعد ما يكيف بيكون الوضع يعني بالشكل ده. عندنا high speed centrifuge، ده بيستخدم في تجارب بتاعت البايوكيمستري بتجارب محددة ومعينة، ويعني غالبا بيكون في تحكم في التمبريتشر بتاعة الجهاز. طيب السرعة بتتراوح بين 15000 لـ 20000، وفي منه ثلاثة أنواع اللي هي الفيكسد أنجل والسوينجينج باكيتس والفيرتيكال راوتر. طيب عندنا ده الفيرتيكال راوترز اللي هو ده زي قلب كده بيكون موجود فيه، بدخل التيوب بتاعنا هنا داخل الويل وبيغلقوا عليها بصامولة، كده بيكون يعني القلب ده جاهز، فبشيلوه زي ما هو وبدخلوه داخل الجهاز. ده هنا بيركب هنا الجزء التحت ده بيركب في اللي هو الجزء الدوار، وبالتالي بيحصل سيبريشن. فهنا مثلا دي العينة بعد فترة بيحصل لها بتتجمع في مكان محدد، بعد ذلك بتحاول تتحول لوضع رأسي، وبعد ذلك تاني بتتفرز رأسيا، ثم بعد ذلك التاني بتجي راجعة في الوضع الأفقي. ألترا سنترفيوج الماكسيم سبيد بتاعته 65000 راوند بير مينيت، اللي هي حوالي 100000 جي أو جرافيتي أو فورس. ففي أكيد في النوع ده لازم يحصل سنترفيوج، لازم يحصل تحكم في درجة الحرارة. هو بيستخدم في الجيوبتريتيف وورك ان اناليتيكال وورك. تايبس اوف سنترفيوجيشن، عندنا انواع السنترفيوجيشن هي الديفرنشال بليتنج بيلتنج اللي هو ديفرنشال سنترفيوجيشن، والدنسيتي جريدينت سنترفيوجيشن، والريد زونال دنسيتي جريدينت سنترفيوجيشن، واخر حاجه الايزوبيكنيك سنترفيوجيشن. النوع الاول الديفرنشال بليتنج ده اكثر الانواع المستخدمه. مثال ممكن نعمل هيموجينايزيشن لخلايا الكبد، وبعد ذلك بنعمل لها سنترفيوجيشن.
في اللي هو جريديان بتاع السكروز، فبتتكون حاجة اسمها البيلت، والبيلت ده اللي هو تكدس بتاع خلايا أو سيدمنتيشن بتاع الخلايا في نهاية التيوب. ده هنا مثال اللي هو الديفرنشال بيلتينج حسب السايز طبعا، وهنا برضو حصل بيلتينج. آخر حاجة اللي هو بيحصل بيلتينج للجزيئات الأصغر في السامبل نتيجة لاستخدام سبينينج بسرعات أكبر. طيب النوع ده من السنترفيوج اللي هي الدنسيتي جريدينت سنترفيوجيشن، ده عادة بيستخدم في استخلاص الفيروسات والرايبوسوم والممبرين وكل مكونات الخلية، وهو دائما بيستخدم في شكل سكروز دنسيتي جريدينت، وبيوضع السامبل بتاعتي في أعلى أو في التوب بالنسبة للسنترفيوج بالنسبة للتيوب معلش، والبارتكل يعني بتكون بتترحل أو بيحصل لها سيدمنتيشن لحد ما تتركز في مكان محدد، المكان هو اللي هو بيكون مساوي لها في الدنسيتي، لأنه هو السكروز بيكون عامل دنسيتي جريديان من الدنسيتي، فبيكون خفيف في التوب وثقيل جدا في البوتوم بالنسبة للتيوب، والمواد بتترحل على حسب الدنسيتي جريديانت ولحد ما تلقى الدنسيتي المساوية لها، فبعد ذلك بيعملوا فراكشنيشن بالنسبة للدنسيتي جريديانت دي، وبيعملوا له أناليسيس، فهتلقى كل مكون بتاع خلية موجود في منطقة محددة من الجريديانت. طيب the main difference between differential and density gradient بيحصل بالسايز بالنسبة للديفرنشال سنترفيجيشن، بينما بيحصل عن طريق الدنسيتي في الدنسيتي جريدينت سنترفيجيشن. اجي للريد زون الدنسيتي جريدينت، يسمى عادة بالباند او جريدينت سنترفيجيشن، هو بيعتمد على فكرة السيدمنتيشن كوفيشنت اللي هي وش نوزات السيدمنتيشن كوفيشنت، هو موفمنت اوف سيدمنت ثرو ذا ليكويد ميديوم. في التكنيك دي بيكون الدنسيتي بتاعتنا عن طريق السكروز جريدينت، توضع السامبل في التوب بالنسبة للتيوب، السامبل بيحصل لها سيدمنتيشن في مناطق محددة، يعني ما بيحصل لها سيدمنتيشن في نهاية التيوب أو في التوب، فالسامبل هتكون موزعة على اللي هم مكونات السامبل هتكون موزعة على الجريدينت داخل السكروز في شكل زونز. مثال للمكونات اللي ممكن تحصل لها سيدمنتيشن according to the sedimentation coefficient هو البروتينات، والسيدمنتيشن في الحالة دي يتم جمعه عن طريق عمل فتحة في البطن of the tube. ده هنا عندنا السامبل وده الجريديان بتاعنا، بيكون دنس عالي جدا في المنطقة هنا في البطن، وبيكون في التوب خفيف جدا، بالتالي المواد اللي بتكون الدنسيتي بتاعتها عالية هتركز في الزون دي، والمنطقة المتوسطة والمنطقة الخفيفة بتتركز المكونات على حسب طبعا الدنسيتي بتاعتنا. وهنا بيكون في هول، الهول دي بتجمع لي السامبل هنا من التوب ومن البطن. أخيرا هو الايزوبيكنيك سنترفيجيشن، وفي النوع بتاع الايزوبيكنيك سنترفيوجيشن بيتم عمل لودينج للسامبل في التيوب معاها شنو جريدينت فورمينج سوليوشن. طيب ممكن نعمل اللي هو لودينج بالنسبة للسامبل في التوب بالنسبة للتيوب او بلو بري فورمينج جريدينت، يعني بعد ما انت عملت الجريدينت بعدك تعمل اللي هو لودينج للسامبل، او يحصل ميكسينج بالنسبة للسامبل ويز فورمينج جريدينت. وعادة الجريديان بيستخدموا أملاح السيزيوم اللي هي السيزيوم سالت، وطبعا السامبل بالإضافة للسيزيوم سالت بيحصل لها ريديستريبيوشن تو فورم الدنسيتي جريديان فروم توب تو بوتوم، اللي هو هيكون الدنسيتي جريديان بتاعنا عالي في البوتوم وبسيط جدا في التوب. وده عندنا هنا مثال للايزوبيكنيك سنترفيجيشن، زون A زون B زون C، كل واحدة يكون فيها دنسيتي مختلفة. Application of centrifugation، الابليكيشن كتيرة، separate two miscible substances analyze hydro dynamic properties of macromolecules، وحقيقة يعني مطبقاته كتيرة جدا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.